معنى في الكلمة نفسها. ألترا ساوند، ألترا يعني فوق الساوند، الساوند ده بيتكلم إلى قوة وتودي من 20 ل 20,000 هرتز. هذا ده واحد قياس الساوند. يعني في حاجات انفرا ساوند مش بنسمعها، وفي حاجات ألترا ساوند برضه إيه مش بنسمعها. يعني مش كل حاجة مش موجودة مؤمنش بيها، صح ولا لا؟ يعني في حاجات البصر ده محدود والسمع الإنسان محدود، مش بيشوف كل حاجة ولا بيسمع كل حاجة. وده لو أنت عارف تتكلم بالعقل على الإيمان بالغيب، يعني بس إحنا نؤمن بنؤمن بالغيب عموما من غير أي عقل أو تفكير. فـ الألترا ساوند 20,000 هرتز، شايفين الشاشة ولا لا؟ ان شاء الله مش هنطول في النظري، لان الاهم من الهاند زون ان شاء الله احنا معانا اجهزه كتيره ومعانا مدربين ان شاء الله كتير. ان شاء الله كل واحد فيكم يمسك الجروب ويشتغل جديد باذن الله. قلنا الانفرا اللي هو اقل من 20 والالترا ساوند اكثر من 20 كيلو هرتز. طيب انا عشان اشتغل بقى بجهاز يديني دايجنوستيك ايمج، فكره الخفاش، الخفاش كان الالترا ساوند بيرمي ويفز ويستقبلها ايه اللي هو مش بيشوفها. فانا عشان اشخص او اشتغل على الابدومي الكونفكس برو محتاج 3.5 ل 5 كيلو هرتز، ولو حاجه سوبرفيشال يعني هو غير السكن سبكتينيوس المسلز البول الثيرويد البريست بعدي الفريكونسي بوصل حتى 10 او 12 او اكثر من كده كمان. يبقى دياجنوستيك الترا ساوند محتاج من 3.5 لحد 12 ميجا هرتز، وحاجه في اكثر لما اشتغل في سكن الترا ساوند محتاج فريكونسي اعلى. طبعا بقى الفيزيكس مش يعني مش مهم قوي بالنسبه لكم، انتوا مش راديولوجي. البرو ده البرو بيشتغل بيه بتاع الابدومين في ربر او بيلد اللي فوق ايه تحتيه حاجه اسمها الكريستلز. الكريستلز دي اهم شيء في الجهاز وهي اغلى شيء في الجهاز، في تكييف او في عياده لو عايز يحافظ على الجهاز يحافظ على البرو ده، تمام؟ ده جهاز كمبيوتر، لكن دي اهم حاجه الكريستلز دي تحتيه الكريستلز. بشغل بحط الفيشه في الكهرباء يحصل شغل الفريز او شغل الجهاز يحصل ايه فايبريشن كريستلز، تطلع ايه الكتريكال بلس تروح البودي تتعامل معاه حسب كل تشو. في تشو بيأتنويت، في تشو بيأبزورب، في تشو بيريفراكت. كل ما يتعامل معاه بطريقه معينه تظهر على الشاشه بلون معين، يجري بقى جري سكيل سواء ابيض خالص زي البون والكالسيفيشنز والستونز، او اسود خالص لو عادل كلها زي الووتر الاسايتس تكون المزار فيها وايد المسانه فيها يورين، ده بيدوني اسود انيكوك. انيكوك يعني مفيش ايكوس خالص يبقى ده اسود. ايكوجينيك او هايبر ايكوك يدوني ابيض زي البول والكالسيفيشنز. وهيبر تشو عادي اللي هو ايه جري زي الليفر زي السبين، حسب كل تشو بيعمل ازاي مع ايه على جسمك. ده باختصار فكره الالتراسون. طيب وانا لو حطيت البروب كده زي ما هو كده على السكن هشوف حاجه؟ ليه؟ هو ايه اللي بين السكن وبين البروب؟ الهواء. والاير ده هو عدو الايه؟ الالتراسون. الاير هو عدو الالتراسون. حط البروب من غير اي ميديا بين السكن والبروب يبقى في هواء، الهواء ده هيعكس ايه؟ مش شوف حاجه اصلا. فانت شوف حاجه، ده فكره الجلد. جلد ووتر. عشان يعدي الايه؟ الويفز فتشوف الصوره كويس. يعني مثلا لو انت مثلا عايز تشوف حاجه العين عنده جرح في جسمه حادث مش هتعرف تحط الجروب على الجرح، ممكن تعمل ايه؟ فكر كده. ممكن تجيب كيس تحط فيه ميه تحطه على الجرح تحط الجروب على الكيس عشان عايز الوتر يعدي الويفز اسهل. أو في حاجة اسمها الإي مود والبي مود والإي مود والدي مود. الجهاز ده أو الصناعة اللي بيشتغل فيه في العلاج اسمه الدي مود. الإي مود ده بتاع الرمد لو جهاز سنس حاجات زي كده زي الاتصال. الإي مود بتاع الموشن بتاع الكاردياك، تمام؟ الدي اللي هو الدوبلر مود. في كل جهاز فيه الحاجات دي، يعني مثلا الجهاز ده فيه إي مود فيه بي مود فيه دوبلر مود وهكذا.
هنبص بقى على الجري سكيل، شايفين يا اما بلاك او جري او وايت. ده صورة للبروز الكونفكس، ده على المنطقة بتاع الليفر على اليمين. طبعا انت أول حاجة بتقابلك مش متخيل الصورة عاملة ازاي، يعني فين فوق فين تحت وفين الكلام ده. أورينتيشن ده 2D مش 3D، 2D سواء أكسجل أو ساجيتال أو كرونال. كرونال من قدام لورا، ساجيتال من يمين الشمال أو شمال يمين، وأكسجل قطع إيه؟ من فوق تحت. حسب ما حسب الجروب، الجروب اكسجل كده غير ساجيتال غير ايه اوبليك او كده، حسب ما حسب الصوره، حسب على فين مقطع الليفر، هي جزء من الليفر، جزء مثلا من الدفران، جزء من الفينز اللي جوه الليفر، وهكذا. فاحنا نتخيل ان شاء الله الكلام ده يبقى هاند زون على الجهاز الافضل. هنشوف بس الحاجات دي ايه، ادي هنا في اللون الاسود ده، قلنا اسود يعني ايه؟ يعني فلويد، يعني كويك. طيب حاجة تيوبيلر وفيها فلويد وماشية جوه ايه؟ الليفر. بيلر سيستم او ايه تاني؟ هيباتيك فينز او هيباتيك ارتري. الكلام كله مظبوط صح، بس الباين مش بشوفه الا اذا كان بايلين. على جوجل طبعا، جوجل بشوف على عين بصايم بشوف يعني عين اللي بيسوني في السونار عشان الجوجل، يعني صيام المريض الالتراساوند مينلي عشان الجوجل. فجوه الليفر مش هشوف البيلاري سي الا اذا كانت ايه؟ دايليتد خلاص، وليها كريتيريا معينه هنشوفها في الايمج معانا الصور دي. طيب الهيبتيك ارتري مش بشوفه برضه كويس جوه الليفر تيشو نفسه، اللي يبان جوه الليفر تيشو نفسه يا اما الهيباتيك فينز او البورتال فينز برانشز خلاص. واعرفهم ازاي؟ لو ليه قول ابيض حواليه زي ده كده ده ايه؟ بورتال فين، ملوش قول يبقى هيباتيك فين بس كده. اللي هو الليفر تيوبلر ستراكشر في فلويد هيباتيك فين هيبورتال فين، حواليه ابيض هيبورتال فين مش حواليه يبقى دور هيباتيك فين. ده الهيباتيك فين وده البورتال فين. طيب الجري ده يبقى ايه؟ ليفر. الابيض قوي ده يبقى ابيض في الالتراساوند، قلنا يا اما لو البون او الكالسيفيكيشنز زي السبونز. اول حاجه فيبرس، فيبرس باند كبسول او فان البلاتونيوم حاجه زي كده. بلورا ده لونها لينير كوجينيك زي ده كده، فده ده فريم. نعم لو في جلس ممكن برضه باللون قريب من كده، لكن ده فايبرز بانت على الافلام. ليه مش شفت؟ اولا لو على المكان بتاعه هفرق ده من ده ازاي؟ ان الريب دي شادو، دي البون بيعمل شادو وراه خلاص، هنشوفها بقى على الجهاز ان شاء الله. بنفس المكان بس خلي البروك ايه؟ سجلتال فرد الفيسل ده، فده فيسل تيوبلر فلويد في المكان ده، ده فلويد زي بلاد اليورين البايل السيروس فلويد، لو في اسايتس لو في فيوجن لو في بروتكشن لو في بلاد فيوجن نفس المنظر بس هتلاقيه في مكان. طبعا في حاجه اسمها ارتفاكتس، لو مثلا الجروب على الريب هتلاقي الريب حاجه كده ابيض على شادو اسود وراه. حاجات البرين بتبقى ترسم زي الليفر وزي الكيدني وسوليد ستراكشرز كلها. ده منظر الجو برادر وفيه اي ستون او عامل شادو. يبقى تاني الابيرنس بتاع الحاجات اللي بتشوفها، الحاجات اللي هي الديسل ستراكشرز زي ليفر وسبلين هتبان جري او ايزوكور كده. الحاجات المسلز ده شكل المسل هتبان اغمق هايبوكور قوي وفيها رير ستريكس ابيض خطوط بيضاء جواها. البلد او اليورين او كده قلنا هو هايبوكور زي كده، سايكس نفس الكلام، اي ووتر البون والسبونز هتبان ايه؟ نفس الشكل اللي هو ابيض وهيبقى فيه. الجهاز نفسه بيتكون من ايه؟ ده الكلام ده كله احنا اتكلمنا عن الجروب. يبقى الماشين نفسها الشاشه والكيبورد والحاجات اللي استعملها عشان اعرف اشغل الجهاز كويس.
عرفنا الجروب الكنترول بانل، هتلاقي بقى في زرار اسمه فريز، ده أول زرار على اليمين في أي جهاز اللي هو ده. يعني شغال جهاز كده شغال أهو كده، إيه هنوقف البيت الصورة. ده اسمه زرار أول زرار على اليمين، ده أهم زرار. عشان كده لو أنت مثلا قاعد في عيادتك وشغال حالات وبس مش هتقفله، فانت بعد ما تخلص الحل تدوس على ايه؟ فريز، توقف ايه عشان لو فضل شغال يستهلك. الفريز سكرين في زرار اسمه ميجر، تقيس منه بقى ميجر سكرين لو في ماس او حاجه تقيس منه. دي الكيبورد اللي بيشتغل عليها الكنترول بانل. في حاجه مهمه جدا جدا في الجهاز، في عكس بتاع الغير الفريز، الدبث. يعني انا مثلا الدبث ده شايف 2 سم بس، عايز اشوف حاجه اعمق ازود 3 سم 4 سم وهكذا. في عكس بتاع الجين، الجين ده اللي هو بيخلي يزود البرايتنس او يقلله. لو انت مثلا حد لعب في الجهاز وانت قاعد تشتغل، حد لعب في الجين، في كده السيست لونها اسود بقت لونها ايه؟ جري، تقول لي سوليد ماس ومش قاصد في الجين، تظبط الايه؟ الجين، لازم تبقى اوير بالجين بالذات. بالنسبه للفريكونسي بتاع الفاوندر، الفريكونسي بتناسب ايه؟ عكسيه وطبيعيه مع التشو اللي بشوفه. يعني مثلا لو عملت حاجه ديب فريكونسي اعلى ولا اقل؟ ابدومين، الابدومين فريكونسي اقل. الفريكونسي كل ما يقل الريزولوشن بيقل ولا بيزيد؟ صوت الايمج بيتقل برضه. عشان كده مثلا في الدروب لينير لو هاي فريكونسي شوف صوره احلى هاي ريزولوشن، لكن ديبس اقل. يعني عندي اثنين جروب، جروب كونفكس بتاع الديب اورجنز زي الابدومين، وجروب لينير اللي هو حاجات دي سوبر فيشر. ده لو فريكونسي لكن هاي ريزوليوشن. شوف بقى البريست ثايرويد الماسكو سكيلتر. في حاجه اسمها الفوكس، لو انا مثلا بشوف حته معينه ممكن احرك زر الفوكس على الحته دي فبتدي صوره اكتر، او بعمل زوم او كده. ده منظر الجروبس الفوكس لينير، وده ايه الجروب بتاع الايكو. دي بقدم ليها على الصور. نشوف بقى المحاضره الثانيه بتاعت الباثولوجي او الكور الباثولوجي اللي بشوفه. هنلاقي استفسار في الهاتف. لو حبيت اتكلم على حاجه الكوم اللي بشوفها مثلا في عيادتك او في الطوارئ او كلام من ده، نبدا بقى اول حاجه في الليبر، هبدا بقى لي جروب كونجرس ولا لينير؟ كونجرس. طب لو طفل صغير كومبلكس برضه، بس لو حد مثلا طفل نحيف قوي وصغير قوي والجروب لينير هيجيب البطن كلها هيبقى احسن من الريزوليوشن. شو هنقدمهم بالكومبلكس جروب. طيب انا اول حاجه عايز اكومنت على الليفر او خاصة العين على يميني ومعايا الجهاز والجل وكل حاجه وشغال. اول حاجه اعمل ايه؟ احط الجروب. اول حاجه طبعا كلينيكال هيستوري. لو حد اشتغل مثلا اشعه واتجاه كلينيكال، لا ينفصل طبعا خالص. الاشعه دي جزء من التشخيص. مش حاجه اسمها اشعه بدون كلينيكال. ولا العكس. عشان كده معظم اخطاء التشخيص في الطب بسبب كده، عدم التعاون الكلينيشن مع الراديولوجيست، او ان الراديولوجيست شغال راديولوجي بس صور من غير كلينيكال يدور على اشهر تكون او كده. والكلينيشن لو مش فاهم في الاشعه وتعمل على الاشعه والاشعه برضه تعمل على الكلينيكال، ابتدت تتاكد عن ايه؟ فمهم جدا جدا ان لو حد اشتغل راديولوجي يبقى على وعي كبير جدا بالكلينيكال. اصلا في حاجات مش خاصه من خلال الكلينيكال، يعني اصلا انا بحط مثلا 10 ديفرنشال دايجنوز. لو خدت الكلينيكال داتا خليهم واحد او اثنين، الايدج مش عارف ايه حصل كذا السيمتومز، وانت كلينيشن اوقات كتير جدا اللي بيشخص العيان قبل ما يعمل اشعه او خد ديفرنشال هيجيب الكلينيكال. يبقى يعمل اشعه
تطلع تشخيص مختلف خالص بيشك في الاشعه. بس فدي قاعده مهمه جدا جدا جدا، ان انا لو اشتغل كليشن لابد ان انا افهم العناوين او اتصال مع الراديولوجيست بتاعي. ونفس الكلام الكارديولوجي لازم يكون اشتغل بالكلينيكال في الاشعه، هيفرق جدا في التشخيص. تاني حاجه ما تعملش حاجه وانت مستعجل، يعني اكبر اخطاء الاطباء عموما يعني مستعجل، بكتب ايه اشعه وانا مستعجل، بعمل سونار وانا مستعجل، كتبت على عيني وانا مستعجل، لا خالص. يعني اصلا كنت بنكتب ده 4 سنين عشان نشخص، عشان كلهم مستعجلين. يجي واحد كده ايه ربنا فتح عليه ان هو بيشتغل باتقان وربنا بيحب الاتقان في العمل، هيشخص العين ده خلاص. ودي اصلا احنا البيئه اللي عايشين فيها بيئه مستعجله، يعني انت كله مستعجل. فدي مهمة جدا جدا، حطها قاعدة في حياتك هتفرق معاك، إن أنت تبقى متقن عملك. لو كشفت على 10 عينين بس بإتقان وشخصتهم صح وأفدتهم، أحسن لك مليون مرة من 50 عيان وفلوس مالهاش لازمة. يعني ممكن يبقى شغل. فده حاجة مهمة جدا جدا في حياتك العملية يعني. فالليفر أول حاجة، العين ده بيشتكي من إيه؟ يعني مثلا جاي عيني إمبارح تقول لي تندر رجلك في الصابين، تندر رجلك في الصابين إمبارح قبل سمر. وبعد كده الدكتور بعت لي ابنسايتس، العيان فعلا عنده بين في ايديه فرصه وفيبرش وتي اي بي سي 15000. خلاص بقى ده هيفتح الفرصه. وانا بقى بحط الجروب لقيت فعلا في تيوبلر ستراكشر عند الايديه فرصه. لسه هو الابندكس بكمل معاك مع التيوبلر ده، نازل لحد الانجوينال، نازل لحد السكروتال. الواد اصلا يعني عنده حوالي 20 سنه او اقل من 20 سنه وما قالش ان هو عنده مشكله في السكروتال. قلت له شوف نفسك وكده، لقيت السكوتم تندر وسولين واكيوت ميدل موتريتس. لا ده اوبشن بس هي كانت بتشهرني يعني. كانت اكيوت ميدل موتريتس ليه طلعها فوق؟ ان هو كان معاه حاجه اسمها كلينيكال ريتس سبيرت كورد واصل لفوق وفي ايه؟ انفلاميشن عنيف ومعاه افلوميتال كويس. فانت لازم تبقى مش مجرد انا مستعجل وعايز اخلص ولا خد هيستو العيان مره اثنين وثلاثه. الفشل البيئة اللي تعيش فيها تدمرك، تخليه منك شخص عايز يجمع فلوس ويشتغل ويعمل شهرة خلاص. لا، اعرف انت جاي الدنيا ليه؟ انت جاي الدنيا عشان تقيم مرضى ربنا سبحانه وتعالى، تعمل حاجة ترضى ربنا سبحانه وتعالى، تتقن عملك، تحت نفسك تتصفيد، وراضي عن نفسك، وربنا يرزقك من حيث لا تحتسب. يبقى الليفر أول حاجة السايز، التكتشر، زي الكلينيكال داتا أو زي الفحص العادي. الباسكليتشر اللي هو جوه الليفر المرتب بين الليفر بين الاي بي سي والبيلياريفيس. اول حاجه السايز، احط الجروب عشان اقيس السايز، هنشوفه ازاي بنقيسه. نقيسه في الرايت ميد كيوبيك لاين، ادي منظر الصور الجروب ساجيتال كده على المنطقه دي تحت البوست مارجن كده في الرايت ميد كيوبيك لاين. والجروب بس تحت ايه؟ الليفر، ما تجيبش جروب تحت من تحت ايه؟ فرصه مثلا جروب اهو، طبعا دي علامه هنا جروب، دي ماركر بس تبقى ايه؟ ناحيتك او من فوق عافيه فين؟ يعني دي تبقى فوق من تحت. طبعا كده هتلاقي دي على يمين الصوره فوق ودي تحت. طبعا كده ان شاء الله هتبقى هاند زون هيبقى افضل. خلاص؟ ادي الجروب كده، وهتلاقي فوق ده اللي هو ايه؟ الدايفرام، بعد كده الليفر، وهكذا. لو انت الجروب ده باصص كده هتجيب ايه؟ مش هتجيب ليفر اصلا. تعالى بص على ليفر، دي كاميرا، بص على ليفر كده، ليفر فين اهو؟ ده انت مركز على الشاشه ومع الجروب مش مستعين خالص، عم ابصص كده وكده وكده عملت تاني. يحصل في الاول حاجه بتعود بقى، يعني في كده اورينت في الاول، انا عايز اشوف ايه الليفر، الكاميرا بص على ايه الليفر كده فوق كده تحت، بص على الشاشه تلاقي فعلا الباك او الليفر وهكذا. ده اسمه ايه؟ سنتر ميديكال بيكر لاين. اسم الليفر، ليفر اخره معانا 15 سنتي في المكان ده 15 سنتيمتر، اكتر من كده يبقى ايه؟ يبقى 8 مللي. ده رايت لوب هنقيسه. لو في عين بعمل سيروزس وعايز اشوف ليفت لوب ده هايبرتروفاين، دي قصه ثانيه، ممكن نقيسه في الميت سجيتر. دي من اللي جاوبي هذه، ادفانس شويه. فانت خليك في دي، هي 8 مللي. انت برضه قبل ما تحس بالسمار، قبل ما تشوف سمار، كلينيكال. يعني ده مع ده، فانت ايه واثق من كلامك. كلينيكال ده تبص على عين افهم كلينيكال يعني مشكله في الليفر، وتحاليله مش مظبوطه. و اتش اي فيروس وعنده ما اعرفش ايه ودورين المكان وكل الكلام بتاع توصل ليفر تلاقي مثلا في حاسس تحت البوست مارجن بكام صباع خلاص هو ده جاي والسمار 20 سم خلاص.
ده اول حاجه السايز، بعد كده الفيكتشر لون الليفر يعني اخر الليفر ده باريكيما الكدني باريكيما، المفروض يبقى نفس ايه الكورتكس دي الكدني ايه هي كورتكس ومظله وده اللي هو ده اسمه ساينس فات اخر دي كورتكس الليفر، المفروض يبقى نفس اللون او الكدني اغمق من الليفر هايبوكوريا ده النورمال. هي هنا زي الليفر ولا اغمق من الليفر؟ يبقى نورمال، يبقى النورمال ايزوكوك زي الليفر بالظبط او اغمق من الليفر هايبوكوك. ليه؟ لان لو كدني اصبحت برايد عن الليفر افتح الليفر دخلنا في الايه؟ نيفروباثي، تشخيص نيفروباثي دي حاجه مهمه جدا. طيب فرق الليفر عنده فاتي ميمبرين هو اصلا برايد، هنقارن ازاي؟ الليفر نفسه ممكن يبقى برايد اب نورمال. نشوف بقى الناحية التانية الشمال ولا الكوليسترين وكده. خلاص؟ يبقى هنا الليفر اسنان، شفنا الليفر تكشر بتاعه. الليفر نفسه بقى لو فتح زيادة عن الكدني بصراحة ده اسمه ايه؟ فاتي ليفر. خلاص؟ المفروض الليفر زي الكدني أو أفتح حاجة بسيطة. أفتح شويتين يبقى ده ايه؟ برايت ليفر. ديفرنشال بقى، فاتي باتمجري وحاجات تانية. ليفر باثولوجي يا اما ديفيوز يا اما فوكال. ديفيوز اشهر حاجه الايه؟ برايت ليفر اللي هو الفاتي، وحاجات ثانيه بقى بتعمل برضه برايت ليفر. يعني مش اي برايت ليفر يبقى فاتي، يعني في ديفيوز بس يعني بس هو ده الموست كومن. الفاتي ليفر ممكن يجي بطريقه ان هو يكون كله برايت او بطش، حاجات برايت وحاجات غامقه. ساعتها ايه؟ انا مش عارف ده فوكال ليجن ولا ده فوكال فاتي. انت على مستواك تحول ايه؟ يا اما تحول للراديولوجيست يا اما يطلب سي تي رابيد سي تي. خلاص؟ لان ما تستوهلش حاجه زي كده ممكن تطلع في الاخر فوكال ليجنز. فانت اي فوكال ليجن في الليفر يطلع فوق فاتي يطلع فوق هيمنجيوما يطلع اتش سي سي يطلع اي حاجه تحول لايه؟ متخصص. ده النورمال ليفر بيكتشر بالنسبه للكدني. ده مور برايت يبقى ده ايه؟ ديفيوز فاتي ليفر انفلتريشن. طيب هنا الليفر برضه برايت بس في حته كده ايه؟ هايبوكورك. والمكان ده مشهور اللي هو عند الليفت لوب ميديا سيجمنت كده بتاع الفوكال فاتي سبيرنج. يعني ده معناه ايه؟ معناه الليفر تيشو كله بقى فيه فات ما عدا حته فاضل زي ما هي دي. ده نوع الليفر تيشو بس حته بقت فوكال. برضه على مستواك ما تقولش يعني ما عندوش حاجه وتمشي، لا ترجعه للسبيشاليست يتأكد. طبعا في حاجة مشهورة اللي هي بينزيزس اللي هي بتاعت ريبورتر فيبروزس ريبورتر تراكس أو اللي هو الليفر أو حاجة تيوبر زي كده يا هيماتوجين يا إيه؟ هيماتوجين ده إيه؟ هيماتوجين مش حواليه أبيض، لأن حواليه أبيض يبقى ده إيه؟ بورتر فين تراكس أو برانشز. طيب لو بورتر فين تراكس دي الأبيض ده بقى ثيكنج أكتر من 2 مللي في كذا واحدة شخص إيه؟ فايند ريبورتر فيبروزس. طبعا عند الرفيعين المنظر عندهم نورمال، لو حد رفيع قوي هتلاقي المنظر ده كده عنده طبيعي مش مرض مش فيبروزس. في العكس ما كورس بيبقى فيبروزس تلاقي الفكر ده اكتر بكتير زي الحاله دي. بعد كده اشهر حاجه الليفر سيبروزس في الديفيوز باثولوجي. الليفر كان هوموجينس وحلو كده في الفاتي ليفر او في النورمال ليفر، هتلاقيه عامل زي كورس محدد كده شكله غريب. ده منظر السيروسس نودولر في ايكوجينيك شادوز، ممكن تلاقي البوردر تحته ريجولر، ممكن تلاقي ليفت لوب هايبرتروفاي بوديتو ليفت لوب، ممكن تلاقي فيه ريجيشن نوديولز ولو معاه سايتس او حاجه ثانيه. البريك ما ينساه هنا ازاي يعني دي زي الليفر تشو ده وده مش زي السلوس. طبعا مع الوقت هتلاقي نفسك شفت كتير فمرقتش منهم. اسايتس في لود حوالي الليفر التريبوتونيال اسايتس سيروزس والبورتال فين. دي البورتال هيباتس عند الفتحه اللي دخلت الهيلم بتاع الليفر فيها فات
والفرد ده لونه أبيض في الزمر. الفوكال ليجنز في الليفر يا إما بناين يا إما مالجنت. طيب ممكن مثلا تلاقي عيان عنده سمبل سيست سواء في الليفر أو في الكدني بلود شورتير. عليا أنيكود كلها سودة، مفيهاش أي سوفت تيشو، مفيهاش أي كالسيفيكيشنز، مفيهاش أي أنومال فعلا، بلود سمبل سيست. الأشهر برضه الهيمانجيوما تلاقي حتة كده لونها أبيض أوي جوه الليفر، واحد عنده 20 سنة مش فاهم حاجة خالص، جاي تشيك أب لقيت حتة كده سنتي في الليفر لونها أبيض، دي موستلي هيمانجيوما. بس برضه تعمل إيه؟ هتريفير سبيشاليست أو ثلاثة سيتي. بروح اشرح حاجتين. الحاجة التانية بقى اسم واحدة فيميل تاخد بيلز وعندها ليجن كده هايبر باسكر ممكن تبقى قديمة وإلى ذلك. مالجنت أشهر حاجة في مصر الـ HCC تيجي أون توب أوف السيروزس سواء بقى سبب الـ HCC فيروس أو الناشئ اللي هو الـ Alcoholic status. أو لو بقى في مالتي ريليجنز أو في ميتس أو في برايمري أو كولانجيو كارسينوما لو معاها بيلاري ديكلاريشن. على مستواك انت المطلوب منك بالسونار عرفت تجيب الليفر اصلا الاول يبقى انت كويس بقى شاطر. جبت الليفر لقيت في توكاليجن في الليفر يبقى ايه؟ تري فيزيك سيتي او تحوله لو انت شاكك في نفسك يعني تحوله لسبيشالست. يعني انت المطلوب منك وتؤمر مهم على قعدة وقت تلاقي حاجه في الليفر تحولها لايه؟ متخصص. ده منظر الليفر اهو في السونار. في حاجه كده لونها اسود شبه الجود بقى والسيست بتعمل حاجه شاد ابيض عكس الستون. الستون بتعمل هي لونها ابيض بتعمل شاد اسود. السيست العكس هي اسود بتعمل شادو ايه؟ ابيض. بيسموها هانسون. لما الويلز بتعدي فيها بتعمل شادو اسمه بتعدي في كل بتعمل حاجه اسمها اكوستيك هانسون. اللون ده. ده بياكد ان هي سيست. يعني في حاجات بتيجي سول ليجن شبه السيست. افتح شويه افرق بينهم ازاي؟ زي الاسس والكلام ده. الاسس ده ممكن تتربط مش هتعرف تفرق هو هو سيست ولا سوليد. لو لقيت ده دي اكيد سيست. الشد الابيض ده مش معاه شد. ده اكيد هي سيست. طبعا لو الفلو ده مش كلير زي بص او ميوسينس او جيلاتينس اصبح ايه شكل مختلف تربت زي كده هتلاقيه شبه ايه؟ حاجه سوليد. عايز يمكن يبقى تفرش وعنده ساينز اوف سيبتسيميا او كده او كتيريا في مولاي كبس. طبعا عشان زمان كان بيفتحوا حاليا بتدخل برضه بالسونار تدخل برين في البداية خلاص وتنزل البصر. دي برضه سيست وتربت بس كده ايه دوتر سيست على الحاجات. طبعا دي ممنوع حد يخش فيها بيبقى كتير اصلا لو تبقى بيحصل ايه؟ بالظبط فيتر يعني. حصل مره مع حد عشان دخل الابره في هتافت وبعدين مات. حاجه بتتعمل يعني ليها. ده ليفر برضه طريقه كويسه اهي والاوتلاين ريجولر وقلنا شايفين ايه؟ هايبر اوكيجن ده موستلي هيمنجيوم. هتعمل ايه؟ برضه تريفيل سيتي او تحول. الليفر فيه مالتيبل ليجنز ده سوبر سيستك هو هايبو كوك الليفر شويه بس مفيش شادو ابيض وراها. هي سوبر ليجنز موستلي ميتس يعني عشان مالتيبل برضه يعمل سي تي تريبس. هنيجي مثلا بقى عشان نخش في الليفر سايز والباريكما ديفيوز ولا فوكال ليجنز ابدا اشوف بقى ايه حاجه جوه الليفر الفينز والفيري. المفروض لو ده تيوبر ستراكشر وحواليه ابيض يبقى ايه؟ بورتال فين تراكس او برانشز. لقيت في حواليه حاجه زيه كده بلالي دي اكيد ايه؟ انت لما تبقى ايه؟ بلاتيشن. لما الاقي في التراك ده واحد بس خلاص ده بورتال تراك. لو الاثنين بلا بلاتيشن. عيان جاب جوندس وعايز يعرف جوندس دي كونستراكشن سيرجيكال ولا ميديكال؟ دي حاجه يعني مهمه جدا في المانجمنت وفي السمار. دي لو تحتها يبقى انت كده في العين فعلا اللي عنده هيعمل انترفنشن سيرجيكال ولا ده حاجه عن عنده جوردا ستونز وهي بلونز. هل السمعه عدت وقفلت
على الانستراكشن ولا. فده عامله ازاي؟ يخش جوه الليفر تلاقي البورتر تراكس موجود، ده واحد بس خلاص مفيش حاجه، في حاجه بلبل فيه ماشيه مع البلبل فيه، فده ايه؟ ادي اصلا مش بتبان، نورمال مش بتبان، بانت وظهرت يبقى ده فيه انستراكشن. ادي البورتر بين نورمال، البورتر هيبقى تس، المفروض اللي قدام البورتر بين السي بي دي مش بتظهر. البورتر بين في المنطقه دي في كام حاجه ماشيه؟ البورتر هيباتس، في بورتر فين؟ فاتك ارتري والسي بي دي. البورتر فين هتلاقي قدامه حاجتين دول، فاتك ارتري فتحه صغيره كده باين بالعافيه، لو عندك كلر في الجهاز هتلاقي ايه؟ في كلر فلو كسر، وتلاقي السي بي دي مش موجوده طبيعي، نورمال بتشوفها او شوفها ايه؟ النورمال سيز بتاعها، نورمال سيز اللي هو ايه؟ في مثلا من 2 مللي 3 مللي، لو 40 سنه يبقى 4 مللي، لحد 40 سنه 8 مللي اعصاب. هذا لو هتعمل مرارة بتكبر شوية نورمال اكسبت دي. ده يبقى البورت السي بي دي ده البورت فين ومقاسها معدي سنتي يبقى ايه؟ لايف. طيب الحاسة دي البورت فين نورمال اهو، لو في فلويد زي الفاتي فين كده هنا لونه اتغير، هو نفسه لونه اتغير اصبح في حاجة هايبر كور او ايزو كور، وشغلت الكلر مفهوش كلر فلو ووتر فين ثرومبوزس، ووتر فين ثرومبوزس ده نورمال ووتر فين، ده ووتر فين اصبح ان هو ديستندد بحاجه لونها هايبوكوك او ايزوكوك، وشغلت الكلر عليه مفيش كلر ووتر فين ثرومبوزس. يبقى بي جي بناين ثرومبوس عاديه عند عين عنده كوربوليوبثي، او مريجمنت لو عنده اتش سي سي هيباتوما وانفيدنج للبورتال فين، للبورتال فين ثرومبوز، ودي فايتال في المانجمنت، يعني لو عين عنده اتش سي سي دخل بورتال فين اصبح بالتيف مانجمنت. قبل البورتال فين ثرومبوزس دي حاجه الانترفنشن بتعمل دي فريكونسي ابديشن او مايكروويف او تيس او كده. ده كان الليبر الجول بلادر تقدر في نفس الناحيه تقدر تشتغل على ايه؟ على رايت سايد ليبر بيلاري هاتف فينز بورتال فين كل بلادر دي اهم قصه كده الكيدنس يعني مين وكده عشان الشمال بقى الكيدنس الشمال والسبلين في النص اللي بس لما اشوف البانكرياس اشوف الاستراكشر الباسكولار ستراكشرز رايت باركول كاتر لازم ابص عليه لازم ابص على الكلام ده خالص عظيم في مرة عليه مثلا بيشتكي كده بشهور بيشتكي من حته ثانيه كده ظهره تحت شويه كده واللي بيعمل سمار بيبص على الليفر والسبلين والبلادر وكل تناميه ميزات كده والعين عنده حته كده هكذا ووصل لدي كولونيك ميس كانسر كول عشان هو بيبرمج نفسه 1 2 3 4 اللي بعده وهكذا ومستعجل ما عندوش وقت والعين بيتخيط في النص. فأهم حاجة الإتقان في كل حاجة، يعني الواحد يأدي عمله وغير يتبادل عمله الإتقان الإتقان والأمان طبعا، إنه خيركم القوي الأمين واكتبوا بصمة ليه؟ إن هو لا في قوة ولا أمان إلا الله رحمه ربه. فهو القوة هو تعلم كلمتين كده سطحي جدا ويشتغل بيهم. ما ينفعش مش أي حد لازم يشوف فيديو على النت يروح يشتغل. لازم يعني تبقى الحاجة تضمها. وكل ما زادت مهاراتك فأنت إيه أصبحت لتر كبيرة جدا. أنت اهتم بتطوير مهاراتك. هتلاقي الناس محتاجاك. تقدر تفيد الناس. يبقى السايز يكون بدر تشوف حجمها قد ايه، طبعا اصلا اصلا مش واكل او قصدي لسه متغدي هتلاقي مش موجود اصلا امتى، عشان كده عين لازم يصوم اتليست 7 ساعات عشان البدر تبقى ايه ويل ديستندد، لان هو لو اصلا سايز 7 ساعات وهي كونتراكتد يبقى فيها مشكله. انت عشان السايز السايز بتاعها 200 سم ل 10 سم ماكسيموم. وول سيكنس اقيس الوول بتاع بين الليفر وبين الجبلاتر بينهم كده وول، مش الثاني كده الانتيري وول، عايز الانتيري وول ده بين الليفر والجبلاتر اب تو 2 مللي او 3 مللي اكتر من كده بيجي ثكل اللي بيتعمل يعمل ثكل في الوول انفلاميشن لو في اديما لو في عجوه قلبيه عين سيروز او عندها قلبيه هي بتتكلم في كل بدل دي حاجه روتين بنشوفها.
الكونتينس بتاعته المفروض ده كلير فلويد. طيب انت بتربط فقره بعد بدل النمط او بص او ميكوسيل او بايوسيل، هل في ستونز جوه؟ هل في بارازايتس او ايه؟ هل في بوليك او حاجه هايدروكور او ايزوكور؟ هل في مس؟ بالظبط كده، يعني هيوج تستندد وتندر جامد واصلا سيبتك. بالظبط كده. طبعا في حاجه اسمها بيليا ديسكينيزيا، دي شنو تعرفوا يعني، دي ادفانس شويه. لو مثلا بيشتكي من البيليا سيمبتومز وما عندوش ستونز وورد بيشاور على نفس المكان وتعبان مع الاكل وكل حاجه ومفيش ستونز وورد كويس وكل حاجه، حاجه اسمها بيليا ديسكينيزيا. دي ليها تكنيك لوحده، العين بيعمل صايم الاول ويز فوليوم ويطلع ياكل حاجه فاتي ميل واعمل فوليوم بعدها تاني، هتلاقي مش بتفضل، هتلاقي فيها مشكله. هذه الجول بلادر نورمال ادي ليفر، وادي الجول بلادر السايز بتاعها كويس مش متركب. الوول بيسو اللي بين الليفر وبين الايه الجول صغير جدا 30 مللي، يعني نورمال مش محتاج ولا حاجه، ما فيهاش ستونز ما فيهاش موت ما فيهاش حاجه. الجول بلادر ليها نورمال شيبس او فاريانس كاسيفيتد فيرجن كاب، فما تقلقش يعني. جهاز يكون فاستنج انتي رول 3 مللي لو فاكر في الكولستايتس سواء في الكروليك او في الاسايتس هيبقى قدامي. هنا الجول بلادر ايه؟ الرول في هايبريميا مش عارف عليه كلر، لكن في فاسكولاريتس وهنا في اصلا لكن في الكولستايتس. هنا تكن قوي حواليه فلويد كده في قديمة وفي ستون، هنا قديمة عنيفة أكيوت كروستيتس. هنا بقول كويس وفي مالتي ستونز بقول ستونز عليه نفس الكلام اهو، الأشكال مختلفة اللي الستونز عند الستونز صغيرة عشان تجيب العين لازم تقلبه يمين وشمال وأحيانا ممكن تعايده يقعد عشان يشوف الستون كويس عشان تتحرك. بس افضل بوزيشن تجيب من الستونز يعني رفع جنبه اليمين، رفع جنبه اليمين. يعني مش انفليم يعني بيجيب الستونز عليه. لازم تعمل شادو، بس احيانا لو ماينيوت ستون صغير قوي يبقى شادو يتشاف بالعافيه، بس لازم يستنوا على شادو. البوزيشن عين الفوتوسواي كده يلاقي اوبليك على جنبه الشمال، يعني رفع جنبه اليمين اوبليك. هنا في ايدي ما في وول، ايه المنظر ده؟ احنا شايفين ايه؟ جوجل بستندد وفيها فيكن وول، فيكن وول اهو، وهنا في الهول نفسه في الهول مش هو البلد مالتيبل هايبر جروب شادوز او بس مش عامله، مش عامله شادو ورا مش عامله شادو. بالظبط دي بولبس في الهول، حاجه اسمها ادينو مايمو اتوزيس مش مهم يعني، بس دي بولبس. ممكن تلاقي واحده منهم عامله شادو باستون. تمام نفس الكلام برضو. خلاص شفنا الجول بلادر، لازم اكومنت على ايه؟ السي بي دي، هو العين ده داخل عمليه. لو السي بي دي فيها ستونز مصطلحه بقى في اوبستراكشن الاتجاه اتغير، شايف سيرجري هيعمل اي ار سي بي الانذار. ما ينفعش تخش جراحه كده، مش مشكله كبيره. لو انت قلت العين ده عنده جو ستونز والسي بي دي ما فيهاش حاجه ودخل عمليات وعنده ستونز تبقى مشكله كبيره، لان هو عنده جونز اصلا هتعمل لك بايه ستونز. يس بعد ما كومنت على الجوجل ده كومنت على ايه؟ على السي بي دي. السي بي دي ابص مكانها فين؟ العين برضه نايم على جنبه الشمال اللي رفع جنبه اليمين اوبليك، احط البروب على البورت هيبس قلت بس ايه داخل الليفر كده، احط البروب موازي ليه، الاقي البورت الفين وقدامه بادي كارتي والسي بي دي. لو السي بي دي مقاسها كويس بالنسبه للاتش خلاص دايركتد يبقى ده فيه اوبستراكشن. وبص
على الانتريماتيك قلنا بص على البوتر تريكس هل في حاجة موازية ليها ولا لا. ده البرايل شيء اسمعين ده النورمال او سي بي دي ادي بورتر فين بورتر بس قدامه ايه سي بي دي جدا دي نورمال ده بورتر فين حاجة صغيرة قوي سي بي دي بقى يعني عنيفة جدا كل دي سي بي دي وبخلها في ايه ستون ستون ستراكشر خلاص جنب اليمين ليفر بورتر فين بورتر فين بورتر هيباتس سي بي دي جولد نادر بيلاري دي اكبر اي منطقة خلاص بس برضه انت مثلا معايا غيرك هي دي مشكلته هتركز على المنطقة دي اكتر عين مثلا جاي بليمفوما وعنده انفلوز وسبلين وهكذا قال السبلين بنقيسه بقى مش زي الليفر ليفر خلاص ايه فيها معين بنسبي السبلين بجيب اكبر طول والبروب اوبليك على منطقة الايه تروسري بتاع السبلين دي هتفرده على الاخر في الميد زي المايند اوقات تلاقي السبلين اصلا بيكون ازاي سبلينيول سبلينيول في الامبريولوجي الفيوز يعملوا سبلين اوقات يحصل انفيوز دي سبلينيول فتلاقي فيه حاجه زي ماس فرقه مزيعه عن الماس تلاقي نفس تكشر بتاع الايه بتاع السبلين بالظبط حاجه عند الغير بتاع السبلين جنبه نفس تكشر بتاع السبلين ده ايه سبلينيول طبعا لو في كوليجنز لازم يجي كونسيدر مهم جدا عين جايبه تروما ولقينا في كوليكشن وفي لاسريشنز واوساط تفسير هيماتوما مهم جدا على ازاي تكون فلوس عند روما كوش حول سبين بس في كوليكشن الكبنس برضو رايت هي في الميتريك زيرو لاين او ثوري والشمال نفس الكلام سايز على عليك لان السايز بتاعها من 9 ل 12 والبارين كمان ده الليبر اهو البريك بتاع الكيد المفروض ان هي ايه؟ ايزو او اغمى من الليبر ده النورمال عايز نقول الكورتيكو ده ديفرنشيشن ده الكورتكس ده الكورتكس ودي المدمى ده السايلس فات لازم اعرف فرق الكورتكس من المدمى يعني يبقى عارف افراد البعض يعني في الليتراسي الادفانسد يبقى فيه بور ديفرنشيشن طيب انت على مستواك هتشوف الليبر اهو والكدني رينكما عباره ايه؟ فيري برايت بدا يساوي ايه؟ نيفروبالي ايه بقى الكدني بقى سموث سايزد مش باين اصلا باينه بالعافيه وسموث سايزد وهيج ديفرنشيشن ادفانس نيفروبالي طب مهم جدا بقى لو انت عندك ايه عين جايب كوليك شاك في ستونز وسطى كده فيها باك بريشر هتلاقي المنظر ده زي فروع كده فيها فلويد دي البيت دي كالسيت سيستم دايليتد ده نورمال مفيش حاجه هنا في البيت دي كالسيت سيستم هنا في باك بريشر ده ماركت باك بريشر في الكدني دي يورينال ستونز جوه الكدني دي تعويل ديفاين حلو يعني في الكورتس بتاع الكدني كورتيكال وفيها فلويد وفيها ورا كده انهانسمنت لو ركزت شويه فدي سيمبيسس هنا بقى محتاج انهانسمنت وحاجه ايه ايز اوف اوبر كور سوليد ريناميس ده في حاجه ميد لاين لقينا ايه بروب الاكزيا هاي سكن حسب بيتينيس مثلا الابدومينال وول ده بدا سكن سكنيس فات الابدومينال وول ليفت لوب اوف ذا ليفر هلاقي هنا ورا خالص سباين شادو قدامه الاورطة وجنبه الاي بي سي اكزيا قدام الاورطة الاي بي سي في برضه تو سيركلز كده سوين ستريك ارتري وفين ده لاند مارك بتاع البنكريس مش هجيبه كويس جبت دول بص قدام هتلاقي ايه؟ البنكرس دي النيكلز بنكرس ده الهيدروك بنكرس نعم؟ ايوه طبعا كم يكبر هو كان يعني ليه ريك
الكلام. لا هتاخد اصلا بنكرياتك بايوبسي من الناس، لو في ناس بتنكس تاخدها بايوبسي بس مرة. فبس يعني ايه ممكن الناس مستعجله شويه، وفي جازس كونسيدو باي جازس، واحيانا طبعا النظريه فيها جازس كتير مش شايفين، احيانا بيبقى بشري كونسيدو باي جازس مش كويس، بس هو ليه كل كده طبعا. ادي قلنا خلاص البنكس نورمال. طيب تعالى جايب ساينز اوف اكيوت بنكرياتايتس، مريض عالي مركز عالي، جبنا السمار لقينا ايه البنكرياس ديفيوزلي انارجد كله كده لعيب، عرفت ازاي البنكرياس جبت الايه الاورطة وده مش ميوزلي ارتري وفين ده لما ارفع عليك بتاع البنكرياس. البنكرياس هو الهيد والنك والبادي والتيل، ده برضه كده بجاستري سكين سبكتينيوس كيتر وزليفر، وادي اللاند مارك بتاع الفيسلز والبنكرياس، وفي حته كده هايبو كورك سوليد ميس دي بناخد منها بايوبسي بالسونار ندخل في الترانس عادي نخش لها بايوبسي. بعد كده خلصنا البنكرياس والميد لاين، لو في بقى فلوس هتبان بره اورطه الفلوس سوليد ميس جنب الاورطه. قلنا نشوف برضه بقى كل الباتر او الليفت برضو عيني قبل كده بيشتكي من ظهره والسمار فري، بس عشان ماشيين من سيستم شوف كل حاجه في الادومين لقينا في سوما سابس حاجه لتريبونير السمار جابها الكابسس صغير عيني كان بيديك كتير جدا مش اي مشكله السمار نورمال تمام. بعد كده بقى تحت البدر في الميلز والفيميلز الفيتاس والكلام ده استنى في البدر ايه ده يعني حاجه ان شاء الله كده على مستوى حضراتكم مش نبدا ان شاء الله مع الدكتور مؤمن والدكتور عبد الرحمن والدكتور اسماء يجوا من الاشعه عندنا هنشوف ان شاء الله هنضرب على اجهزه باذن الله هنقسم اسماء المجموعات كل مجموعه على